دقيقة يا بيه، محمد بيه كبير. خليه يتفضل. اتفضل يا باشا. يا اهلا يا اهلا يا مرحبا يا محمد بيه. السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا جاي لك في كلمتين وماشي على طول. خير؟ في حد اتعارك تاني نواحينا ولا ايه؟ فين جمال وراجع؟ شايفهم يعني؟ لا في البيت ولا في الارض. العلم عند ربنا. وبعدين خليني اقول لك على حاجه، عندينا الحريم ما بيسالوش الرجاله رايحين فين ولا جايين منين. ماشي حاجة أمنة، رسالتك وصلت بالإذن. أنا واجب ضيافتك. ضيافتك وصلت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا محمد بيه، تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي. مش هوصيك بقى. مع السلامة. مع السلامة. الحارة ما فيهاش حس ولا خبر، مفيش بس غير ممدوح اللي راح لمنال، وكان معاهم الواد مصدي. جمال وراجع مش في البلد. ازاي؟ تليفوناتهم هناك في الصعيد. ثم هنا، واكيد مع محارب. لو ظهروا في الحارة ما يتسابوش دقيقة. تمام. على العموم انا كلمت المساعدات الفنية عشان موضوع التليفونات والنت اللي سيادتك امرت بيه، ولو في جديدة هيبلغوني على طول. اما بقى بالنسبة لعنتر، ملوش حس ولا خبر، تليفونه لسه مقفول من ساعتها، حتى امه ما تعرفش عنه اي حاجه، وعماله تولول بقى في الرايحه وفي الجايه. بس ما تقلقش، احنا شغالين على السواقين في الموقف وفي القهوه وفي كل شبر كان ليه علاقه بيه. قربت. قربت ازاي يا باشا؟ بتتعقد اكتر. انت مش قلت لي الصبح ان الست اللي راحت لمنال دي تبقى مرات حسام؟ اه. طيب يبقى في حاجه بتحصل وهنعرفها من منال. راجح بعت الصورة دي. وريني. ده البغل اللي مستقوي بيه حسام الجيوشي واللي بهدلني في الحجز. اهدى يابا، احنا ماشيين صح. اهدى ايه؟ بقول لك ده اللي انا شاكك ان هو قتل. وبعدين قلنا ايه؟ بلاش غشومية، احنا ركبناهم خلاص. يبقى كده في مصيبة حسام ناوي عليها. عينينا هتفضل عليه، والمتر ممدوح مأمن على الحارة، واحنا هنرتب الورق بتاع حسام والبلاوي اللي على تليفونه. انت ماشي صح. وبتفكر صح. اهدى بقى عشان نعرف هنعمل ايه. اسمع، قول لراجح ما يشيلش عينه من على البغل ده ويعرف عنه كل حاجه. اعتبره حصل. احنا كده ماشيين زي الفل، مش ناقص غير نقفش ابن الغفير واعرف منه هو عمل كده ليه. انا خايف انه يطلع ما يعرفش حاجه وتورط نفسك اكتر. هي خربانه خربانه يا جمال، وانا مش هسيب باب غير لما اخبط عليه. يعني التليفون يتسرق وبعدين يرجع تاني، تفتكر دي صدفة؟ ولا يشغلك، هأمن لك على هالليبة بتوع التليفونات واجيبهم لك كلهم تحت رجليك. جيهان بتلعب لعب كبير قوي، هي والحيوان اللي اسمه يوسف. متصورة انها كده ممكن تتخلص مني وتدمرني. لا، وايه؟ بمساعدة دراعي اليمين. مش عارفة ان ده مش دراع اساسا، ده مجرد صباع وممكن اقطعه في اي لحظة. بقولك يا مجدي، جيهان هتحاول تكلمك وهتغويك وهتغريك. رقبتي قبل رقبتك. انا عمري ما انسى انك انت خرجتني من حكم اعدام من غير ما تاخد ولا جنيه. يا ابني ما تسمعني للاخر، انت هتمثل، مفيش كاميرات هنا. اي طلب تطلبه منك تنفذه لها على طول. عاوزك تحسسها انك بايعني للاخر. اديها الامان يعني، عشان لما تديها الامان هتدخلك جوه عفاها، ولما تخش ننفذ ضربتنا صح. الو. ايوه مين؟ ايوه انا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. ايه؟ امتى حصل الكلام ده؟ هو انت اللي قتلت الغفير؟ وازاي تعمل كده يا ابن الغبيه؟